مذكورة ما كان موضوع مهم أو حاضر بمسماه كذا، يعني بزمن أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا، لكن الآن صار الموضوع حاضر ومهم يعني. والمرأة اللي هي ما هي مهتمة بأنوثتها وما تعرف توازن أنوثتها، يعني يمكن يعني كذا تبدأ تفكر وتهوجس وتتراجع الموضوع. والرجل إحنا صرنا في زمن يعني صار يتساءل عن ذكورته ويتساءل عن القصة. فالزمن اللي إحنا نمر فيه زمن حساس صراحة، مو زمن عادي، مو زمن عادي. ومو لأنه في الزمانات كانوا أمهاتنا أنوثتهم أحسن، لا 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 لا، ولا لأنه في الزمانات كانت ذكورة الرجال أحسن، لا لا. القصة أنه الموضوع في السابق كان فيه، أو خلنا نقول كان ماشي بوتيرة مقبولة لكل الأطراف، كان ماشي الطاقة ماشية بوتيرة مقبولة لكل الأطراف. لكن الآن كل طرف عنده احتجاج، الذكر محتج على الذكورة وعلى قصة الذكورة الحاصلة، والأنثى أيضا محتجة على قصة الأنوثة اللي حاصلة. لذلك وسط هذه القصة ووسط النتائج اللي أنت استلمتها، سواء كنت رجل أو امرأة، كنت رجل أو امرأة، أنت استلمت نتائج تاريخية، أنت يعني داخل في هذه الطاقة شئت أم أبيت، وتتحمل جزء من التاريخ شئت أم أبيت لأنك موجود. فكونك موجود تتحمل جزء من التاريخ، فأنت استلمت القصة، سواء كانت القصة يعني جيدة ولا ما هي جيدة، ولا سواء كانت متوازنة أو ما هي متوازنة. ذلك إحنا في زمن أبغى أقول أنه على الرجال أن يكونوا متوازنين، وعلى النساء أيضا أن يكونوا متوازنات. إحنا في زمن الرجل يحتاج أنه يشتغل على ذكورته ويوازنها، والمرأة تحتاج أنها تشتغل على أنوثتها وتوازنها. طبعا ممكن أنت تسمعيني وتقيسين موضوع الأنوثة والذكورة بناء على الفريم أو الشكل اللي يبدو أو يظهر فيه الشخص. على فكرة ممكن تلقين رجل يروح للنادي معضل، يعني صوته كذا يعني صوت خشن وكذا، وهو يعني يمشي حبتين وكذا، ومع ذلك هو بداخله سيدة، بداخله أنثى. يعني ممكن تشوفين المشهد وتقولين أوه واو والله هذا يعني رجل، يعني بينما هو في الحقيقة يعني كذا يعني أنثى من الداخل، بس مسوي التمثيلية الخارجية هذه. أوكي، والعكس صحيح، العكس صحيح. مرات يعني ترى أنثى يعني أوه واو يعني أنثى أنثى، يعني إيش يعني شكلها وكذا وكلامها، وتتنقط أنوثة. أوكي، بينما ممكن تأخذين عليها طلة في البيت تلقينها متعلقة في السلم، قاعدة تكسر ما أعرف إيش في السقف وتضبط اللمبة، تقولين هذه اللي تونا شايفتها في سناب، هذه هي، هذه هي يعني اللي تونا نشوفها في سناب، يعني تحسها كذا قطنة ما تقدر تلمسها من كثر الرقة فتقول أوه واو هذه أنثوية، يعني هذه أنوثتها وين طاغية، بينما هي يعني ليست كذلك، يعني بداخلها رجل أو ذكر، هي تعبر عن هذا الذكر أغلب الوقت. فلا يغرك المشاهد، لا تغرك الصورة، لا تغرك الصورة. ولا يعني كلامي العكس طبعا، لا يعني كلامي أنه إذا في امرأة تبدو شكلها يعني مش أنثوية أنها بالضرورة أنثوية من الداخل، لا. بس أقصد الأحكام الظاهرة مرات تخليك حتى أنت تظلل الموضوع على نفسك، مرات تظلل الموضوع على نفسك، مرات أنت تعتقد أنه أنت ذكر لأنك عندك عضلة، بينما أنت يعني أنوثتك أكثر من ذكورتك. أو مثلا امرأة تعتقد أنها أنثى لأنها حطت لها سيليكون، السيليكون لن يجعل منك امرأة، السيليكون لن يجعل منك أنثى، وصلت؟ السيليكون لن يجعل منك أنثى. هو الموضوع هو تغيير من الداخل،
صحيح احنا نحتاج نسوي تاتش خارجي، لكن الاساس هو الداخل. الاساس هو الداخل، مهما ضربت ابر ما تصير رجال بهالطريقه. هاي الطريقه لا توصل لمكان اذا كنت تبغى يعني تطور ذكورتك. ومهما عبيتي سيليكون ما راح توصلين لمكان، لان التغيير من الداخل. التغيير من الداخل، والداخل هو الاساس، والداخل هو اللي يبين برا، هو اللي يبين برا. طبعا كون برضو انه احنا عندنا النسخة الأصلية للمرأة نسخة طبيعية وتلقائية وتعبر عن أنوثتها بطريقة طبيعية وتلقائية، بعدين لما راحت للمدينة تشوهت الأنوثة، وبعدين لما سووا لها الإعلام برضو خذت شوط آخر من التشويه، وبعدين لما حاربها الرجل ودعس عليها في زمن من الأزمان برضو تشوهت. فالأنوثة مرت بطبقات من التشويه، طبقات دركات من التشويه، دركات من التشويه. لذلك لا تسلم امرأة من لخبطة في الأنوثة تقريبا، لا تسلم، لأنها متأثرة بالإعلام، متأثرة بتاريخ مضى صنفت المرأة على أنها عار، متأثرة بقصص فلسفية مرتبطة بدورها بطريقة ما. ويمكن نحتاج مزيد من الوقت لكي تتحرر المرأة من القصة اللي هي تورطت فيها، نحتاج مزيد من الوقت. ونحتاج بعض السيدات اللي عندهم حكمة وعندهم شجاعة أيضا، أنهم هم يساعدون السيدات الأخريات في أنهم يتحررون من هذا العار اللي تورطوا فيه لتواريخ وسنوات وآلاف من السنوات الطويلة. يعني العملية ترى ما هي عملية فردية، يعني وانت اذا نويتي معانا النية ان شاء الله هذه الليلة واشتغلنا مع بعض لمدة شهر، انت كثير تحسنين لنا كسيدات، كثير انت محسنة. لانه بصراحة القصة يعني مرة 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 كبيرة وواسعة، الخرق كبير، الضرر والعطب اللي وصل النساء عبر التاريخ كبير كبير كبير. يعني كانت في حروب، يعني حروب تاريخية على قصة المرأة، كانت قصتهم مرة حطوها إبليس، ومرة حطوها سبب أنها يطلعوا منها، ومرة حطوها هي حطب جهنم، ومرة حطوها، يعني كانت قصة رئيسية في كثير من الأزمان، وحملت المرأة صراحة، حملت كثير من القصص. أنا شخصيا لا أتصور أنه في امرأة متوازنة الأنوثة في هذا الزمن، لا أتصور، يعني مرة ضبط الموضوع 100%، لا أتصور هذا الشيء، لا أتصور، لأن القصص في عمق اللاوعي، في عمق الجينات زي ما نقول. لكن إحنا نجتهد، أوكي، إحنا نجتهد. طيب خلونا ناخذ أسئلة، ما نبغى ندخل في العميق. ترهيب والتخويف هو سبب قمع الأنثى؟ لا، مو شرط، ترى قد يكون في زمن هو التخويف والترهيب، وقد يكون في زمن هو العار أكبر شيء، ترى العار والتأنيب برضه، العار ألحق بالمرأة بشكل كبير، وبعض الثقافات هي سبب الخروج من الجنة، فبالتالي هي تتحمل الذنب، فهي مؤنبة في بعض الثقافات، فشالت القصة جيلا بعد جيل، شالت الأزمة. تقول عبوا فينا، طبعا وانتي تقولين الكلام هذا ترى القصة تاريخية، لا تتصورين انه الرجل الآن هو اللي لعب في القصة، لا، القصة يعني قصة عبر التاريخ، عبر التاريخ القصة أكبر من الرجل اللي عندك، قد يكون هو شخص جيد ما له دخل في الموضوع. وهذا اللي يخلينا دائما لازم نتذكر انه نتوازن، يعني احنا استلمنا القصة كذا، وعلينا احنا اللي نشتغل، صح ولا لا؟ ما هم احنا المتضررين، فعلى المرأة انها تعمل اكثر. مرات تتساءل تقول طب ليش في جزء من النساء مو قاعدين يشتغلون؟ ليش؟
ليه مو قاعدة تشتغلين؟ ليه يعني معلش ساهمي شوية في القصة، يعني مو معقول يعني في مثلا 50% يشتغلون 50% قاعدات، ليش ما يشتغلون؟ ليش ما يشتغلون؟ ليش ما يساعدون البقية انهم هم يعني يدفون شوية، يحركون شوية الوعي، يرقون بمستوى المرأة اللي تورطت فيه.